هواء بارد منعش بعد يوم حار جدا 40 درجة في مدينة العرائش. الحمد لله على كل حال، هنا تجد الطقس مختلف عن المدينة. مع أن هذا المنظر أعجبكم فارتأيت أن أعيده. لما لا ينزل هؤلاء المواطنون أو السكان إلى جانب البحر؟ واليوم اليوم كان حار جدا، سنين ما وصلت الحرارة لهالدرجة، هذه 40 درجة. دائما يوم الأحد كيكون الناس أكثر. كرهتوش تانتوما تجيو لهنا، تجلسو في هذا المكان الراح. مركب ثقافي كبير، متى سيفتح أبوابه؟ اللي ما جاش للعريش وما دازش للبحر وما دازش لجنب الواد راه ما دار والو. هواء لطيف هنا بينما اليوم كان حارا جدا. بيع وشراء السمك في باب الميناء. لاحظوا باب الميناء، بيع وشراء ديال السمك الطري، السمك اللذيذ. ماء السباحة منعا كليا. دوريات الشرطة توقف كل من خالف القوانين. جميل. هنا بعض الناس كتصطاد ولكن للأسف كيصطادوا في صغير جدا. هذا راه اعتداء على السمك الصغير. تبعتهم البارح وبلي هذاك الشيء زعما اللي كيطلعوا فيه رقيق رقيق جدا.